أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبول التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف، يحب عباده ويريد لهم أن يتوبوا إليه، أن يعودوا إليه. ولكن التوبة ينبغي أن تكون توبة نصوحة وتوبة حقيقية. ولو أخطأ العبد في اليوم 100 مرة ثم تاب بإخلاص إلى الله وعزيمة يقبله الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين وضع التائبين وأن الله يقبله. إنما أداة حصر، إنما التوبة على الله، أي إنما التوبة التي يقبلها الله هي توبة الذين يعملون الذنوب والمعاصي متلبسين بجهالة، يعملون السوء بجهالة. ما المراد بالجهالة؟ ليس معناه أنهم لا يعرفون أن هذا حرام، لا. الجهالة هي الجهالة النفسية التي تضعف معها إرادتهم. الإنسان أيها الإخوة المؤمنون خلق من هذه الأرض وهو يميل إلى الأرض وإلى ما فيها مما خلقه الله فيها من جمال ونساء وأموال وإلى آخره، فقد تضعف نفسه أمام هذه المغريات التي تتطلبها نفسه وتحتاجها، يحتاجها في الحال أو في المستقبل. فإذا ضعف وارتكب ذنبا خالف فيه أمر الله وهو مؤمن، يعني لا يستحل المحرمات، فهذا مؤمن وهذا وقع في المعصية والذنب عن جهالة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ويتوبون من قريب، قال: ما بينه وبين أن ينظر ملك الموت فهو قريب. يعني إذا تاب قبل أن يرى ملك الموت فتقبل توبته إذا كان بإخلاص وعزيمة. لما أقول بإخلاص وعزيمة وعزيمة؟ شروط التوبة أيها الإخوة: أولا أن يقلع عن الذنب، مو عم يشرب خمر بقول الله يتوب علينا، هذا ما يتوب، يترك المعصية. الثاني الندم على ما فعل، يندم أنه خالف أمر الله، يعني يذكر الله ويستشعر عقابه وأنه عبد لله ينبغي ألا يعصيه فيندم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وثالثها أن يطلب من الله أن يتوب عليه. وإذا كانت المعصية تعد على حق من حقوق الناس أو على أموالهم أو على أشخاصهم فينبغي أن يعيد للناس حقوقهم، لأن العدوان على الناس فيه ذنبان: حق المخلوق الذي يأتي يوم القيامة فيقول: يا ربي عبدك فلان أخذ مالي، يا ربي عبدك فلان استحل دمي قتلني، يا ربي عبدك فلان فعل كذا بي. فهذا حق المخلوق لا يسقطه الله ولا يتركه. وفي حق للخالق بينه وبين الله: قصر في الصلاة، قصر في أمر من أمور فرضها الله عليه، هذا إذا تاب توبة نصوحة وأقلع عن الذنب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. يتوبون من قريب، أي يقبل الله توبتهم قبل أن يأتي ملك الموت. ولذلك
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يرى ملك الموت، لأنه حينما يرى ملك الموت يجي ملك الموت يقول له تفضل يأخذ الروح. إن الله كان عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما، كان ولم يزل عليما، عليما بعباده إن كانت توبته بإخلاص أو كانت توبته كاذبة. حكيما لأنه لا يغلق باب التوبة حتى لا ييأس المؤمن من الرجوع إلى الله، فإذا يأس جاءه الشيطان وقال له يلا أنت عملت كذا وكذا كمل، صارت وصارت ما بقى في فائدة، لا تدخل جهنم، لا، ربنا يقبل توبته. ولذلك مهما جاء شيطان الإنس والجن وأغرى ابن آدم في الوقوع في معصية، فإذا أقبل على الله وتاب إليه، رجع إليه وطلب منه المغفرة وأقلع عن الذنب، فإن الله يقبله. إن الله كان عليما فيما في قلوب المؤمنين، حكيما بالتوبة لمن تاب عن معاصيه وأناب عن الذنب إليه. قال مجاهد أحد التلاميذ ابن عباس رضي الله عنه في التفسير، قال: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتاده: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. ما معنى جهالة؟ يعني في هذه اللحظة التي ضعفت فيها نفسه وأقبل على المعصية الله، فقد جهل عظمة الله وجهل عقوبة الله، فتجرأ على أن يقع في المعصية. هذا معنى الجهالة. وليس الجهالة جاهل لا يعلم أن هذا ذنب أو هذا ذنب، لا، طالما جهل عظمة الله وأقلع ووقع بالذنب فهذا جاهل بعقاب الله، ولم يتدارك نفسه إلا عندما يصحو ويتوب إلى الله فيتوب الله عليه. روى الإمام أحمد في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وكذا روي عن الحسن البصري تفسير قوله تعالى: ثم يتوبون من قريب، قال: ما لم يغرغر. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ليست قبول التوبة للذين يصرون على المعاصي فيرتكبونها وينتقلون من معصية إلى معصية ويتوالى المعاصي عندهم والعياذ بالله تعالى، فهذه توبتهم تسويف، يعني إن شاء الله منتوب. هذه توبتهم كتوبة اليهود الذين قال الله لنا عنهم ويقولون: سيغفر لنا، يعني الله بده يغفرنا إيش ما عملنا. مثل بعض الناس اللي يزعم انه بيعمل ما شاء وبعدين يروح على راعي الكنيسه او راعي اليهود او كذا بحكي له: ولا غفرت لك، بقدر يغفر لنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لن يدخل احدكم الجنه بعمله، قال: ولا انت يا رسول الله، قال: ولا انا الا يتغمدني الله برحمته. فما في احد بغفر لاحد ولا في احد بخلص احد، كل انسان مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته وعن سلوكه. إذن قبول التوبة هو من الذين يتوبون إلى الله قبل أن يأتي ملك الموت، فإذا أدركوا أنفسهم قبل أن يأتي ملك الموت وتابوا إلى الله بإخلاص توبة نصوحة قبل الله توبتهم مهما كان ذنبهم، طبعا بشروط التوبة التي ذكرتها لكم، وهو الإقلاع عن الذنب، ترك الذنب يعني التوقف عنه، والندم أنه خالف أمر الله تبارك وتعالى وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، وإذا كان الذنب عدوانا على حق من حقوق الناس يعطي إليه حقه ويطلب منه أن يسامحه في الدنيا قبل الآخرة. ففي الآخرة ما حد يترك حقه، وإذا كان للإنسان عدوان على الناس كثير ولو كان يصوم ويصلي ويتعبد الله ولا ينقص شيء، سيأتي مفلس يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا دينار له ولا درهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته قبل أن يقضي ما عليه
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فحقوق العباد لا تسقط أيها الناس. بعض الناس الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويظن أنه صائم وصلي وكذا وأن الحسنات يزمن السيئات، نعم يزمن السيئات لبينه وبين ربه، أما حقوق العباد لا تسقط. ينادى في يوم القيامة على مسمع من أشهاد الناس كله، جميع الناس بصوت قد تستغربوا شو بيسمعوا كل الناس. الآن أنا أتكلم أمام عدسة التلفاز ويسمع بعض الناس بإنجلترا وبفرنسا وبأمريكا وبكذا، كيف؟ الله الذي خلق كل هذه الأشياء وسخرها للإنسان ألا يقدر أن ينادى فلان ابن فلان فيسمعه الكائنات كلهم كل البشر؟ ينادى يوم القيامة هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه، قال عليه الصلاة والسلام: فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. ما حد بترك حقه ولو كان زوجها بتحبه، ولكن تدخل الجنة هذا تدخل النار إذا ألا معه شيء تأخذه حتى تزيد كفة حسناتها وتدخل الجنة. يلقى الرجل ابنه يوم القيامة فيقول له: يا بني أي الآباء كنت لك؟ فيقول: والله كنت لي خير الآباء. يقول له: هل لي منك بحسنة أتبلغ بها خطاياي؟ أعطيني حسنة من عندك حتى إذا نقصت كفة حسناتي أزيدها تدخل الجنة. فيقول الولد لأبيه: أما هذا فلا، فأنا أخاف مما تخاف منه، إذا نقصت حسناتي من يعطيني؟ وأيضا الابن بالنسبة للأب. قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. فكل واحد يأخذ حقه يوم القيامة، هذا الذنوب التي فيها تعدي على حقوق الناس. فلينظر بعض الناس الذين يحملون السلاح أو بدون سلاح، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين يسفكون دماء الناس، الذين يعتدون على أعراضهم، ماذا سيحل بهم يوم القيامة إن كانوا يزعمون أنهم مؤمنين؟ إن كانوا ما يزعمون أنهم مؤمنين سيأتي ملك الموت ويرون يخلفون الدنيا كلها وراءهم وينزلون في الحفرة. والآن عندما كثر القتل لا ينزلون لا بحفرة ولا شيء، يقتل الإنسان ويرمى هكذا للكلاب. هكذا صارت قيمة الإنسان في عصر يزعمون فيه أنه عصر التقدم وعصر الحرية وعصر الكرامة، إنما عصر الدجل. كل ما يقولونه عكس ذلك، ما عاد يوجد شيء اسمه إنسانية، ولا عاد يوجد شيء اسمه كرامة للإنسان، ولا عاد يوجد شيء اسمه ألم الإنسان على الإنسان أو شعور الإنسان بالإنسان. ما عاد يشعر الإنسان إلا بشهواته، هدفه في الحياة مصالحه وأهواؤه، غريزتي البطن المال والجنس. كما ذكرت أن والدي كان يشبه أمثال هؤلاء الذين يعتدون على الناس فيقتلون ويؤذون وكذا حتى يصلوا إلى أغراضهم من المال أو من الجنس، يقول لهؤلاء كالحمار هدفهم في الحياة شعير مغربل وحمارة بيضة، لا يفهمون شيء أبدا. أما المؤمن يعتقد أن له ربا سيحاسبه وسيكون هناك مسؤولية، فالمؤمن ينتبه إلى نفسه، مجرد ما يقع من الذنب يصحو فيعود إلى ربه ويتوب إليه، ولا يسوي في التوبة حتى يأتي ملك الموت فيقول رب اغفر لي، عندما يأتي ملك الموت ما بقى فيه مغفرة. وإذا كان كافر ومات على الكفر والعياذ بالله تعالى. إذا ليس قبول التوبة على الذين يصرون على الذنوب والمعاصي ويسوفون حتى يأتي ملك الموت. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي، ذكروا الله، تذكر عظمة الله، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. ما تظنوا فلان والله توسط لي؟ ما في، ما حد بيشفع عند الله إلا بإذن الله، فهو أذن للأنبياء، أذن لبعض العلماء، أذن لبعض كذا بإذنه. ما هو الذي يخلص؟ الله الذي يخلص وفضله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الذي يصر على المعصية ويستمر عليها حتى يأتيه الموت لا يغفر هذا الذنب. أما إذا توقف على المعصية وذكر الله فرجع إليه ولم يصر على المعصية وتاب إلى الله يتوب الله عليه مهما كان ذنبه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب حبيب الله، يعني يحبه الرحمن، لأنه عرف ربه
وعرف أن له رب يغفر الذنب فيحبه الله تبارك وتعالى. ولا الذين يموتون وهم كفار، إذا كان الإنسان مستمرا على الكفر وعلى معصية الله وعلى طاعة غير الله، يعني مشرك، استحلال طاعة غير الله شرك، إذا كان استحل طاعة غير الله في معصية الله واستمروا على هذا الكفر إلى أن جاء الموت، إلى أن جاء ملك الموت، يعني شافوا لا تقبل توبته ويموتون وهم كفار والعياذ بالله تعالى. ولا الذين يموتون وهم كفار. ولذلك من يزعم من بعض من يدعي أنه من الصوفية أو أنه من كذا أو كذا وينقل كلام غير ما له أصل لا عن الله ولا عن الرسول، كلامه مردود عليه. أحد المشايخ عندنا كأنه ما بقي من الدين إلا يبين له أنه فرعون ليدخل الجنة. ليش؟ قال آمنت بالذي آمنت به. هذا الجاهل أما يقرأ القرآن؟ اسمعوا إلى الآية التي يقول فيها فرعون أنه آمن. قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، طلعوا بني إسرائيل من البحر واتبعهم فرعون وجنوده. شاف هذه الآية العظيمة أن الله جعل المياه تقف كالجبال من أجل بني إسرائيل حتى ينقذوا، فاستخف بعظمة الله وكان بكبريائه بده يتبعه، مثل ما دخلوا البحر بدخل. لما دخل في البحر طلعوا بني إسرائيل، صار هو وجنوده في البحر، أطبق البحر عليهم الماء فغرق. ماذا فعل عندما أدركه الغرق؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. الأديان السماوية كلها من أجل عدم البغي، يعني ما يبغي إنسان عن إنسان، ما يتسلط إنسان عن إنسان، يأخذ حريته. كيف يأخذ الإنسان حريته عندما يطيع الخالق ويتحرر من العبودية المخلوق؟ عدوا بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق ليموت. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. استسلم لله، بدي استسلم واصل عنه، بدي أخذ ملك الموت روح بضل أقول له بطلت ما في. قال الله تعالى شوف الآية بعدها الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أفسدت في الأرض وخربت البسيطة وتركت أمر الله وما أطعت رسلي، الآن صرت دخل آمه ما يقبل هذا الإيمان. إذن رد الله إيمانه وقال الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين. وذكرت آيات أخرى وفرعون ذي الأوتاد لآخره الذين طغوا بالبلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، هذا العذاب موت الله غرقا. وكل فرعون سينتقم الله منه في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة. إذن الذي يموت ويرى ملك الموت قبل أن يتوب لا تقبل توبته. إن كان توبته من الكفر بيبقى كافر وموت كافر، إن كان توبته من ذنب من الذنوب كبير أو صغير سيعاقب عليه، ما في رحمة عند الله في هذا الموضوع كما نصت الآيات. هناك أيضا حالات معينة لا تقبل فيها التوبة لأنها توبة يعني إرغام وليست توبة رجوع إلى الله من نفس الإنسان. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني ملائكة الموت، أو يأتي ربك، يعني يأتي للحساب يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، بعض الآيات التي تكون من أشراط الساعة القريبة يراها الناس فيؤمنون لا يقبل الإيمان. يعني عندما تأتي الملائكة لأخذ أرواحهم ما يقبل الإيمان. عندما يجتمعون في المحشر وشوفوا النار وشوفوا كذا ويأتي ربك للحساب يا ربي يا ربي آمنا أرجعنا نعمل لا ما في، خلاص تركناكم في الدنيا وعطيناكم الحرية فعلتم ما فعلتم ونبهناكم هذا بصير وهذا ما بصير، لا تقدمين إيش الكلام هذا، جنة ونار وكذا خرافات. طيب شوفوا، فإذا آمنوا في ذاك الوقت لا يقبل إيمانهم، يعني تصديقهم. يوم يأتي بعض آيات ربك، يومئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت من إيمان في إيمانها خيرا. الآيات التي عندما تأتي لا تقبل التوبة، قال البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. قبل يوم القيامة الشمس بتكون قبل أن ينفخ في الصور تكون عم تطلع من الشرق تطلع من الغرب، تنعكس الدورة الكونية. قال فإذا رآها الناس آمن من عليها، كل أهل الأرض بآمن، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني اللي آمن في هذه اللحظة لا يقبل إيمانه، واللي تاب لا تقبل توبته، لأنه عرف أنه بدها تقوم الساعة، إذا القضية حق، شاف بعينه فآمن. لا، الإيمان يكون أن يرى الحق بقلبه وينتبه إلى ما أخبر به الله سبحانه وتعالى ودل عليه بالمعجزات والأدلة. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم قرأ البخاري هذه الآية، قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وروى ابن جرير في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثلاث شغلات إذا رآها الناس وآمنوا بعد رؤيتها لا يقبل إيمانه، أما قبل إذا آمن يقبل إيمانه وتوبته تقبل. ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها، والدجال. عندما يخرج الدجال، وأنا ذكرت أن بوادر الدجال والكذب قد ظهرت، اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الدجال يسبقه دجالون، وجدنا الدجال. كثير من وسائل الإعلام اللي بتسمع فيه عكسه بيطلع صحيح، كله كذب. والدجال ودابة الأرض، دابة الأرض تخرج فتختم على الناس كافر، خلاص ما عاد يقبل إيمانه، وتخرج من عند الصفا. وقد كان هناك نفق من عند الصفا إلى ما أدري إيش طويل، أغلقوه ثم وضعوا فيه القصور الملكية، فلعل دابة الأرض ستخرج من هنا من هذا النفق، الله أعلم. يقول سبحانه وتعالى أولئك، أي البعداء عن رحمة الله، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك المصرون على المعاصي أو المستمرون عليها أو المستمرون على الكفر إلى أن ماتوا دون أن يتوبوا قبل أن يروا ملك الموت، والجاحدون أيضا الذين يموتون قبل أن يروا ملك الموت، بعد أن يروا ملك الموت، هؤلاء يموتون وهم كفار، هيأنا لهم عذابا أليما، عذابا مؤلما وجيعا. اللهم ارزقنا التوبة والإخلاص في القول والعمل، وثبت قلوبنا على ما يرضيك، وحل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا والمسلمين من المتحابين فيك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.